رئيس الجمهورية ينفي الشائعات التي يروج لها البعض بوجود صراع قبلي في البلاد، ويؤكد أن المتهمين في المحاولة الانقلابية سيقدمون للمحاكمة. الغرفة التجارية بولاية السويس الوسطى تقدم دعماً يقدر قيمته ب 100,000 جنيه للجرحى والمصابين جرى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جوبا. وقادة الكنيسة الأسقفية يدينون التقارير التي تبثها بعض القنوات العالمية والتي تتحدث فيها عن نشوب حرب أهلية في جنوب السودان. السلام عليكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نفى الفريق أول سلفا كير مايارديت رئيس الجمهورية الشائعات التي يروج لها البعض بوجود صراع بين مجتمعي الدينكا والنوير في جوبا، مناشدا مواطني جنوب السودان بعدم الاستماع إلى تلك الشائعات. وأشار سيادته في مؤتمر صحفي اليوم بجوبا إلى أن ما حدث هو انقلاب، مؤكدا أنه يعمل على تأسيس دولة القانون. وطالب سيادته المواطنين الذين لجأوا إلى مباني الأمم المتحدة بالعودة إلى منازلهم. وأكد رئيس الجمهورية أن المتورطين في المحاولة الإنقلابية سيقدمون للمحاكمة. التقى الفريق أول سلفا كير مايارديت رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان بمكتبه اليوم مع قيادات من الجيش الشعبي لتحرير السودان برئاسة الفريق بابينج مانتويل واللواء جونسون ألون واللواء كارلو كوال، حيث أكدوا خلال اللقاء وقوفهم الصلب خلف رئيس الجمهورية ضد المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي دبرها دكتور رياك ماشار تين وعوانه. وحضر اللقاء كل من الوزراء بالحكومة الاتحادية بالإضافة إلى حاكم ولاية الوحدة. وأكد الفريق بابينج مانتويل في تصريحات صحفية عقب اللقاء بأن ما قام به دكتور رياك ماشار وتعبان دينغاي الحاكم السابق لولاية الوحدة ليس لها علاقة بدولة جنوب السودان، ووصفهما بأنهما ضمن من أساءوا التنظيم في حكومة الدولة، وأن دكتور رياك ماشار له تاريخ سيء في الحركة الشعبية، وأنه يريد إشاعة انقلابي باعتباره حرب بين قبيلتي النوير والدينكا. وفي سياق متصل، عقد رئيس الجمهورية الفريق أول سلفا كير مايارديت لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة هيلدا جونسون، تناول الوضع الأمني الراهن بالبلاد في عقاب الأحداث التي شهدتها مدينة جوبا الأيام الثلاثة الماضية. كما التقى سيادته أيضا مع السفير البريطاني لدى البلاد السيد أيان هارفس، حيث تناول اللقاء تداعيات المحاولة الإنقلابية. وأكد الرئيس سلفا كير للسفير البريطاني التزام الحكومة بمعاملة المتمردين وفق الآليات حكم القانون. إلى ذلك، ناقش رئيس الجمهورية الأوضاع الحالية في مدينة جوبا مع السفير الفرنسي لدى البلاد السيد كريستيان بادر، حيث أطلع سيادته السفير حول الأوضاع السياسية الراهنة. وثمن السفير الفرنسي الجهود التي تبذلها الحكومة وسيطرتها الكاملة على الأوضاع الأمنية في البلاد، واصفا ما حدث بأنه مثير للقلق. نعتذر مشاهدينا لعدم تقديم الصور لخطأ ما. SSTV truly African. Members of the SPLM from different categories in our country. We have come together to address this situation which has been caused by this attempted coup.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعتذر عن تقديم الصور وسنواصل قراءة هذه الأخبار بدون الصور. أصدر السيد مناسي ماجوك رونديل رئيس المجلس التشريعي القومي بيانا عبر فيه عن أسفه للأحداث التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمدينة جوبا، والتي دبرها مجموعة من المجرمين الذين يرغبون في انتزاع السلطة بالقوة، موضحا أن المواطنين الأبرياء قد فقدوا أرواحهم، وهذا أسلوب إجرامي من قبل الساسة الذين استغلوا بعض أفراد الجيش. وقد أدان سيادته هذه الأحداث بشدة، داعيا كل شعب جنوب السودان إلى الوقوف خلف قيادة البلاد ورئيس الجمهورية في فرض حكم القانون والنظام. ووجه رونديل نداء لكل أفراد القوات النظامية، وجههم لحفظ النظام وحماية ممتلكات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والإثنية، مشيرا إلى أن الهيئة التشريعية القومية ستعقد جلسة فوق العادة، مناشدا جميع نواب الهيئة التشريعية لحضور هذه الجلسة والتي ستكون غدا الخميس في تمام الساعة 10 صباحا، وتمنى سيادته لكل مواطني البلاد عيدا سعيدا. دعا الفريق كوالما نيانجوك وزير الدفاع وشؤون قدام المحاربين جميع المواطنين بالهدوء وممارسة أعمالهم بصورة عادية، موضحا أن المجموعة التي قامت بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة تتبع إلى نائب رئيس الجمهورية السابق دكتور رياك ماشار تينغ، وقد تم اعتقال بعض المتورطين في هذه المحاولة الفاشلة وسيتم تقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية نسبة لانتماء معظمهم للسلك العسكري. وأكد كوال أن انتشار قوات الجيش الشعبي والقوات النظامية الأخرى الهدف منه حماية المواطنين وممتلكاتهم. من جانبه دعا الفريق أول جيمس هوث ماي رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جميع منسوبي الجيش الشعبي بالابتعاد عن القبلية، مبينا أن المحاولة الإنقلابية الفاشلة ضمت مختلف المجموعات العرقية والقبلية، مؤكدا اعتقال بعض السياسيين المتورطين في هذه المحاولة. نعتذر مجددا عن عدم وجود صور لهذه الأخبار. عقد عدد من قيادات الحركة الشعبية في الجهازين التشريعي والتنفيذي اجتماعا اليوم بدار الحركة الشعبية في جوبا، وناقش الاجتماع التطورات التي شهدتها البلاد في عقاب المحاولة الإنقلابية الفاشلة مؤخرا، كما تطرق إلى كيفية تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين نزحوا من مناطقهم. هذا وطالب السيد بول مايوم أكيج القيادي بالحركة الشعبية المنظمات العاملة في المجال الإنساني بتقديم العون للنازحين، مشيرا إلى أن قيادات الحركة الشعبية يقفون ضد أي محاولة لترويع المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى هدوء الأوضاع الأمنية في مدينة جوبا عقب الأحداث. إلى ذلك قال المهندس أكول بول القيادي بالحركة الشعبية إن الأحداث التي شهدتها مدينة جوبا ليست أحداثا قبلية، بل هي أحداث بين الإنقلابيين والقوات الحكومية، داعيا المواطنين إلى الوحدة في جميع أنحاء البلاد. من جانبه أوضح السيد جيمس كوك القيادي بالحزب أن الطريقة التي حاول بها المتورطين في الأحداث الأخيرة بأخذ السلطة بطريقة غير ديمقراطية لأنها أتت عبر البندقية، مقللا من قيمة الشائعات التي يروج لها البعض بوجود نزاع على أساس قبلي، مبينا أن المعتقلين على خلفية المحاولة الإنقلابية ينتمون إلى إثنيات مختلفة. وفي السياق ذاته طالب السيد سلفا موتوك القيادي بالحركة الشعبية قوات الجيش الشعبي بحماية المدنيين العائدين إلى منازلهم بعد أن فروا جراء الأوضاع التي شهدتها مدينة جوبا مؤخرا. استأنف مطار جوبا الدولي اليوم الرحلات الجوية بعد توقف دام يومين عقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة. هذا وأوضح السيد سايمون موجوب نائب وزير المواصلات والطرق والجسور استمرارية الرحلات الجوية من وإلى جوبا، وقد استقبل مطار جوبا الدولي اليوم في كينيا ويوغندا إلى جانب السفريات الداخلية. وفي تصريح للتلفزيون أكد سيادته استتباب الأوضاع الأمنية.
من جانبه دعا العميد كوركوال أجيو مدير مطار جوبا الدولي أصحاب المتاجر العاملة بالمطار بمزاولة أعمالهم العادية في تقديم الخدمات الضرورية للمسافرين. أطلع السيد كليمن واني كونغا حاكم ولاية الاستوائية الوسطى مجلس وزرائه بالإضافة لرؤساء المفوضيات ومحافظي المقاطعات المختلفة داخل الولاية أطلعهم حول الوضع السياسي الراهن، وأوضح كونغا أن الأوضاع الأمنية داخل الولاية قد عادت إلى طبيعتها بعد الأحداث التي تلت المحاولة الإنقلابية الفاشلة، داعيا مواطني مدينة جوبا إلى التزام الهدوء ومزاولة أنشطتهم اليومية كالمعتاد. قدمت الغرفة التجارية بولاية الاستوائية الوسطى دعما يقدر قيمته بأكثر من 100,000 جنيه للجرحى المصابين أثناء العملية الإنقلابية الفاشلة، حيث تسلم الدعم السيد مناسي لومولي وايا نائب حاكم ولاية الاستوائية الوسطى. وأشاد سيادته خلال المناسبة بدور الغرفة التجارية بالولاية للوقوف إلى جانب المواطنين أثناء الملمات، موضحا أن ذلك الدعم سيسهم في معالجة الجرحى. من ناحيته دعا السيد أمين عكاشة رئيس الغرفة التجارية بالولاية رجال الأعمال إلى ضرورة فتح محلات تجارية من أجل معاونة المواطنين. أدان قادة الكنيسة الأسقفية التقارير التي تناقلتها بعض أجهزة الإعلام العالمية حول صراع قبلي في البلاد بين مجتمعي النوير والدينكا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمجمع مجلس الكنائس في جوبا. وقال المطران مايكل تعبان تومبي رئيس مجلس الكنائس إن الصراع الذي دار في جوبا هو صراع بين السياسيين إلى جانب بعض الموالين لهم في الجيش. من جانبهم دعا المطران ديفيد أكاون والمطران غاتكوث المواطنين إلى الوحدة، وناشد قادة الكنائس المجتمع الدولي لإغاثة المتضررين ومساعدتهم. Here to the council as a response to intervene in the current tension and conflict that has escalated in the weekend due to political differences in SPLM ruling party, as we have learned, and these disputes has entered into now conflict and violence and armed confrontation that has many consequences and hundreds of people. To condemn and correct the media statements and reports that refer to the violence as conflict between the Dinka and the Nuer communities. Whatever has happened should not be referred to as ethnic conflict, and not even between the Dinka and the Nuer communities. These are political differences among the SPLM party leaders. من جانبه أبان المطران دانيال دينغبول رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية أن الكنيسة عقدت اجتماعا اليوم مع قادة مجتمعي الدينكا والنوير، مشيرا إلى أن جميع المجتمعين أدانوا التقرير الذي بثته البي بي سي حول تحول الصراع إلى صراع بين قبيلتين. ودعا المطران دانيال دينغ السياسيين إلى تجنب الخطابات التي قد تسفر على أساس قبلي. تفقد عمدة بلدية جوبا كريستوفر سارافينواني برفقة نائبيه وعدد من الضباط الإداريين بالبلدية تفقدوا أحوال المواطنين الذين فروا من منازلهم ولجأوا إلى كاتدرائية كنيسة سانت تريزا بكاتور بجوبا أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها عاصمة البلاد مؤخرا. وخلال الزيارة التقى السيد كريستوفر مع المطران المساعد لبروسية جوبا الكاثوليكية المطران سانتو لاكوبيو، وتناولا فيه كيفية تقديم المساعدات اللازمة لهؤلاء المواطنين الذين يعانون شحا في المياه والطعام. كلام الحاصل ألومباري وألومباري داك من يوم الله بالليل
لازم امبارح لكن الحمد لله حاجات بقى كده لا كويس شويه. وأوضح السيد كريستوفر سارافينو عمدة بلدية جوبا أن زيارته تهدف إلى تفقد أحوال المواطنين الذين نزحوا من منازلهم، وأكد تحسن الأوضاع في الأحياء السكنية، وناشد بضرورة عودة المواطنين إلى منازلهم معربا عن تقدير الحكومة لمعاناتهم. بهذا الخبر الأخير مشاهدينا نختتم هذه النشرة، عودة لتذكير بأهم ما جاء في عناوينها الرئيسة. رئيس الجمهورية ينفي الشائعات التي يروج لها البعض بوجود صراع قبلي في البلاد، ويؤكد أن المتهمين في المحاولة الانقلابية سيقدمون للمحاكمة. والغرفة التجارية بولاية الاستواء الوسطى تقدم دعما يقدر قيمته ب 100,000 جنيه للجرحى والمصابين جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جوبا. قادة الكنيسة الإسقفية يدينون التقارير التي تبثها بعض القنوات العالمية والتي تتحدث فيها عن نشوب حرب أهلية في جنوب السودان. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم وإلى اللقاء.